الكاتدرائية مع هذا الاختراق، وتونس التي ستبقى على مر التاريخ بتونس الخضراء. فعلا فعلا، نحن رأينا حتى التونسيين في أعراسهم، بعض التونسيين لم يقوموا بإيقاف هذه الأعراس بل واصلوها، ولكن وقفوا دقيقة صمت ترحما على روح الرئيس الباشي قايد السبسي. وبعض هؤلاء التونسيين في أعراسهم أنشدوا النشيد الوطني الرسمي تحية لروح الباشي قايد السبسي. الرسائل تتواصل حقيقة في هذه المشاهد، عندما يرفع العلم المفدى من قبل تونسيين أصروا على أن يكونوا حاضرين ولو لبعض الدقائق، تزامنا مع مرور الموكب الجنائزي المهيب اليوم السبت 27 من جويلية 2019. تتواصل هذه التغطية الحصرية والخاصة لموكب تشييع جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وكانت انطلقت في الساعة 11 صباحا مع خروج جثمان الفقيد من مقر إقامته بالمقر الرئاسي بدار السلام في اتجاه طبعا الجناح الرسمي لقصر قرطاج، ممثلا في القاعة الكبرى أين تولت ثلة من فصيل الشرف العسكري تقديم التحية الشرفية وحملت أوسمة الفقيد الراحل. وطبعا في الساحة الكبرى تولى رئيس الجمهورية القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر تأبين الفقيد بكلمة وصفه فيها برفيق الدرب، وتوجه ملتفتا إلى جثمانه عديد المرات يا رفيق دربي. في هذه المشاهد التي نرى فيها حضور متميز شعبي، علاقة الأستاذ الباجي قايد السبسي بأبناء شعبه كانت مميزة كذلك. فعلا هذه تلقائية، نلاحظ وجود مكثف من المرأة التونسية، هذه المرأة التي أحبت الباجي قايد السبسي مثل ما أحبها هو، وأحبها خاصة عندما كانت العلاقة الاستثنائية التي تربطه وربطته بزوجته، كان يذكر دائما ذلك. ففي حبه لزوجته وفي حبه للمرأة التونسية هو دليل على هذه المكانة التي لديه لهذه المرأة التي نراها مثلها مثل الرجل تخرج في تلقائية، مثل ما كان هو تلقائيا في تعامله مع شعبه ومع كل من يقابله، كان تلقائيا، كان مرحا، كان يحاول أن يرفع الحرج عن كل من يقابله، كان يحاول أن يلتقي ويلتحم مع شعبه في خلال جولاته كي يبين أنه فعلا هو رئيس لكل التونسيين دون حواجز، دون قيود، دون حواجز إن شئنا من الأمن أو من غير ذلك. كان يريد أن يكون قريبا إلى قلوب التونسيين، كان يريد أن يكون قريبا إلى قلوب التونسيين، فبدله التونسيون قربا مع قربه إليه. شخصية تتميز بكاريزما خاصة الباجي قايد السبسي، وما طبع هذه العلاقة حتى مع وسائل الإعلام كانت بمثابة العلاقة الأبوية أحيانا، والعلاقة التي شابتها بعض الطرائف في ردوده وفي تلك البداهة التي لم تغب عنه يوما حتى خلال بعض الندوات الصحفية وغيرها، حتى قبل انتخابه على رأس رئاسة الجمهورية في 2014. فعلا الباجي كانت روح النكتة والدعابة دائما حاضرة لديه، يريد دائما أن تكون الأجواء الذي هو يكون موجودا فيها تكون أجواء مرحة، يحاول أن يرفع نوع من الضغط والحرج
لدى كل من يقابله حتى تكون الأجواء تمر بسلاسة مثل سلاسة هذا الانتقال الذي نراه الآن وسلاسة الأجواء وصفائها الآن في هذا الموكب. هناك إجماع على أنه كان رجلا ذكيا منصتا بشغف وينجح دائما في امتصاص ذلك الحكم المسبق. نواصل مشاهدين أينما كنتم في تونس وخارجها بمختلف أماكن العالم نقل هذه المشاهد الحصرية التي تأتيكم مباشرة على قناتي الأولى والثانية للوطنية التونسية للمراسم الرسمية لتشييع جثمان الراحل الباجي قايد السبسي. وفي أجواء في الحقيقة الصورة أستاذ خالد التي ننقلها وتنقل إلينا مباشرة بلا مساحيق بلا رتوش صورة مباشرة. صحيح أننا نحزن وذلك أحد معاني الموت وقداسته وهو مصاب جلل، ولكنها صورة جميلة بديعة تخلق في أنفسنا نخوة وإحساس بالفخر بالانتماء إلى هذه الأرض الطيبة. فعلا هذه الصورة التي يحق لنا كتونسيين أن نفتخر بها، صورة تونس التي نريدها أن تخرج أمام كل العالم بمثل هذه الروعة، بمثل هذا خشوع إن شئنا، بمثل هذا الالتحام بين شعب ورئيسه. امشي اخرج الزغاريد كانت حاضرة منذ قليل، ومثل ما كنت تقول أستاذ خالد عن أفراح التونسيين عن أعراسهم، تونس هي بلد الفرح وتونس هي بلد البهجة، وتونس تحتضن دائما مثل ما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن احتضنت الفلسطينيين
إلى زمن عودتهم إلى فلسطين. العلم الجزائري منذ قليل رأيناه حاضرا فعلا، فتونس مثلما احتضنت الفلسطينيين في بلدهم هنا تونس، احتضنت أيضا الأشقاء الجزائريين في محنتهم عندما كانت الجزائر محتلة من الاستعمار الفرنسي. كانت تونس مفتوحة، كلها مفتوحة وصدرها مفتوح للأشقاء الجزائريين، وفرت لهم كل شيء، أعطتهم كل شيء، فبادلوها حب تونس بادلوه بحب أكبر. توصل نقل هذه المشاهد مباشرة في موكب تشييع جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي عبر الشوارع الرئيسية في اتجاه مرقده الأخير بمقبرة الجلاز بعد قليل. وهذه الصور طبعا تأتيكم مباشرة في تأمين للتلفزة التونسية في قناتيها الأولى والثانية التي انطلقت في نقل وقائع هذا الموكب وهذه الجنازة المهيبة منذ الساعة 11 صباحا في قصر قرطاج، وأمنت وصول الصورة إليكم مباشرة بتفاصيلها ومختلف أجوائها. هذا طريق المرسى طبعا، وتقريبا المسافة تناهز 20 كيلومتر بين قرطاج ومقبرة الجلاز، أو أقل قليلا أستاذ خالد. الآن الموكب يتجه إلى مقبرة الجلاز. نعم، هتافات تصفيق